السلام عليكم ورحمة الله. طلبة سنة رابعة علاج طبيعي، احنا لا نزال في اللي هي المحاضرات اللي بتستكمل اللي هي الميثودز والتولز اوف انفستيجيشن، اللي هي طرق وادوات اللي هي الفحص، اللي هي الادوات اللي احنا بنجمع فيها اللي هي البيانات اثناء البحث. وحكينا في المحاضرات الأولى على الطريقة الأولى اللي هي الأوبسرفيشن، والطريقة الثانية اللي هي كانت السيرفي اللي هي الاستبيان أو المسح بطريقة اللي هي البوستال كوشنيرز، الأسئلة البريدية أو الاستبيانات البريدية، والانترفيوز، واللي هي التليفون انترفيوز، مقابلات اللي هي التليفون. الطريقة الثالثة كانت الـ Analysis of Existing Records، التسجيلات أو اللي هي تحليل السجلات الموجودة. والطريقة الرابعة كانت اللي هي الـ Clinical Trials، اللي هي التجارب السريرية اللي بنجمع فيها البيانات. وآخر اللي هي Method أو Tool اللي احنا بنجمع فيها وبنفحص فيها البيانات وبنجيبها بنجمعها، اللي هي single subject experiment or studies، اللي هي دراسة أو دراسات اللي هي الشخص الواحد أو تجربة أو تجارب الشخص الواحد. يعني هان احنا بنستخدم اللي هي بس فقط لا غير شخص واحد، وليس اللي هي group، وليس مجموعة أو sample. صحيح طبعا اللي بصير انه احنا في دراسة اي حالة لما احنا بكون اللي هو السامبل فيها كبيرة لارج، فاحنا بكون في اللي هي variability فيها، متغيرات فيها او فروق فردية فيها. هاي المتغيرات بين الافراد هي اللي احنا بنحاول احنا نوجدها ونوحدها، وعشان نوجدها ونوحدها هي طبعا لازم ناخد اللي هي لارج جروب. لكن في حالة ان احنا بدنا نجمع معلومات بطريقة الشخص الواحد، يعني تكون عندنا شخص واحد ونجمع عنه معلومات وفيريابيليتي، وتكون عبارة عن بحث، اللي المشكلة في اللي هي السنجل سبجكت اكسبيرمنت او ستادي، انه الحقيقة ما بحصلش تعميم، يعني ما بحصل جنراليزيشن فيها، الا انه عديد من اللي هم الباحثين غير موافقين على الكلام هذا ويرفضوا. وفي بعض اللي هي الحالات اللي هي قال لك لا ما بلزمش الكلام هذا، واحنا بنقدر ناخذ اللي هي حالة واحدة ثم بنكررها في سلسلة أكثر من واحد، واحد ثم اثنين ثم ثلاثة وثم أربعة. واللي بيظهر هذا الكلام لما نيجي احنا نشوف في اللي هي الكلينيكال ترايلز اللي درسناها في اللي هي المحاضرة السابقة، واللي ممكن انه يتعمل اللي هو اللي هي التست او ميجرمنت بيفور ذا تريتمنت اند افتر ذا تريتمنت. لكن ناخذ اللي هو عدد من اللي هي البيشنس او عدد من الاشخاص، ولازم تكون دقيقين في عملية اللي هي الميجرمنت بتاعتها. اذا بنقدر نقول انه هنا اللي هي سنجل سبجكت اكسبيرمنت اند ستاديز تراي تو فاوند اوت ذا سورسز اوف فاريابيليتي ان انديفيدوال، دراسة اللي هي الحالة الواحدة او التجارب الحالة واحدة، هي بتحاول جاهدة انها توجد اللي هي مصادر اللي هي التباين في الشخص الواحد. لكن للأسف it could be urged that an obvious limitation of single case is that their findings cannot be generalized، لكن يمكن ان يقال انه في هناك قيود واضحة. it can be urged، يمكن القول انه that obvious limitation، قيود واضحة على اللي هي الدراسة الشخص الواحد أو الحالة الواحدة، بأنه النتائج بتاعتها الفاينجز
الفايندينجز الريزلتس انا كانت بي جنرالايز، لا يمكن تعميمها. ايه يعني لا يمكن تعميمها؟ يعني لا يمكن استخدامها على مرضى تانيين. يعني انا طلعت عندي نتيجة من شخص واحد او اثنين، ما بقدر اعممها على المريض الثاني والثالث وهكذا، ما يسماش بحث. however على اي حال not all researchers agree that this is the case، بانه مش كل الباحثين بوافقوا انه هذا هو الوضع اللي هو ممكن يكون. لكن شو بيحكوا هم؟ بقولوا انه the more we learn about the effects of treatment on different individual in different setting the easier it will be to determine if that treatment will be effective with the next individual. يعني هنا هوت كل ما تعلمنا أكتر، the more we learn about the effects of treatment، كل ما تعلمنا أكتر حول تأثيرات العلاج على أشخاص مختلفين different individuals في اللي هي in different setting، في اللي هي مواقف اللي هي مختلفة، كل ما كان اللي هو أسهل إنه نحدد easier will be determined if that treatment will be effective in the next individual. حيكون من الأسهل إنه اللي هي تحدد اللي هو العلاج ممكن يكون مؤثر في الحالة التالية أو اللي بعديها. لكن if we ignore differences among individual، إذا إحنا تجاهلنا الاختلافات بين الأشخاص اللي هي الفاريابيليتي and simply average them، وببساطة حطناهم أو عملنا لهم وسط، simply average them عملنا لهم وسط into a group means في اللي هي مجموعة متوسطة، يعني عملنا المتوسط، هنا بتصير الصعوبة، هنا بتصير الصعوبة will be more difficult to estimate the effect on the next individual. هيكون من اللي هو صعب انه تقدير تأثير اللي هي العلاج على الاشخاص التي يليهم او على الاشخاص اللي بعد هيك the next individual. في هناك ورقة اتعملت كانت مثيرة interesting paper، ورقة مثيرة by Wilson وكريني ودرو، وضحوا فيها انه potential of single case experiment design، إمكانية اللي هي وضحوا في هذه الورقة إنه إمكانية عمل اللي هي إيه التصميم لي اللي هي التصميم التجريبي لحالة واحدة. هنا هو استخدموا using a series of pilot studies that investigate the effect of music in people in prolonged coma. يعني هذه التجربة أو الورقة هذه اللي طلعت منهم استخدموا اللي هي سلسلة يعني عديد من اللي هي الدراسات التجريبية بالو ستادي اللي فحصوا فيها تأثير اللي هي الإفكت، فحصوا فيها لتأثير الموسيقى on people on prolonged coma، تأثير الموسيقى على الناس اللي هم في غيبوبة طويلة. كان هدفهم their purpose was to find clear evidence، أن يكون عندهم دلالات واضحة، الهدف بتاعهم أن يوجدوا دلالات واضحة rather than any sedatives اللي هي أكثر من اللي هو الحواديت عادية، أكثر من أنه حديث ممكن يقال to support the idea that comatose people can arouse by their favorite music، بأنه بأنهم يدعموا فكرة إنه الأشخاص في غيبوبة يمكن أن يثاروا أو يعني يثاروا أو يصحوا بواسطة سمعهم لي اللي هي الموسيقى اللي هي المفضلة by their favorite music. هناك في دراستين فيهم احتمالين in two of their studies، في هذا الدراستين اللي هم التنين هدولة there were انه في احتمالين في دراستين ظهروا انه في هناك significant behavior change، تغيرات سلوكية كبيرة مهمة which suggest increase arousal اللي بتقترح انه زيادة اللي هي الاثارة او زيادة انه حيصحى على الموسيقى. لكن في one showed decreased arousal، واحدة بينت قلة الأروزل after stimulation period بعد فترة تنبيه يعني سماع الموسيقى،
and when no change، وانه واحد ما تغيرش خالص. الحقيقة طبعا هاي يعني كله حديث عشان يورينا في 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 إمكانية للاستخدام السنجل اللي هي subject studies أو experiment، وإنه أيضا في هناك اللي هي أنواع من الطرق أو several approaches، وسائل متعددة اللي بتعتمد على الobservation، relay and observation are available، بتوفر for focusing in single subject، للتركيز على اللي هي دراسة شخص واحد. هذه الـ approaches هذه من ضمنها they use quantitative and qualitative methods، استخدموا اللي هو طرق أو سبل أو طرق اللي هي الكمية واللي هي النوعية أو الجودة، qualitative quantitative and qualitative methods. نشوف كل واحدة على حدة. عندنا الطريقة الأولى اللي هي quantitative study and single subject studies، دراسات اللي هي الكمية في دراسات اللي هي الفرد الواحد. الكمية، دراسة الكمية involve quantitative study involve repeated measurement of a single person over time، اللي هي دراسة كمية عبارة عن تكرار لقياس شخص واحد على فترة من الوقت، either maintaining the condition of performance as constant as possible، الهدف منها اللي هي الإبقاء على الحالة من على حالة من الأداء أكثر ما يمكن من اللي هي الاستمرارية as constant as possible. على سبيل المثال by checking the range of motion in knee joint، بواسطة اللي هي فحص اللي هي مدى الحركة في مفصل الركبة، following meniscectomy اللي بعد طبعا اللي هي عملية إزالة اللي هي المينيسكس أو الغشاء بتاع الركبة، recording the frequency and intensity of the problem behavior of the patient within a series of art therapy sessions، اللي بتسجل هي مشاكل المتكررة frequency problem وشدتها frequency or intensity of the problem، تكرار وشدة اللي هي المشكلة السلوكية للمريض من خلال هي سلسلة من جلسات العلاج اللي هي تتضمن أو خاصة ذو فن خاص، or making periodic reactive change to environmental، أو لعمل اللي هي تغيرات على فترات اللي هي ردود فعل اللي هي الظروف، making periodic reactive change، تغيرات فترية اللي هي اللي هي الظروف البيئية أو العوامل العلاجية or treatment factors as these are judged necessary، اللي هي طبعا بالأساس بتكون اللي هي شيء اللي هي ضروري. لكن نتيجة اللي هي ال repeated measurement for a single case، في هناك two options، في هناك اختيارين أو في هناك حالتين، these two options have counterpart in the way we organize the treatment، هما اللي بيكونوا جزء في طريقة اللي هي تنظيم اللي هو العلاج بتاعنا. يعني في هناك رأيين أو في حالتين حتكون فيهم المريض لما احنا بنعمل عملية اللي هي القياس. On the one hand، على جانب معين، for people who have temporary problem and are expected to recover، على جانب انه الناس اللي هم عندهم مشكلة مؤقتة ومتوقعين انهم يشفوا، والجانب الاخر on the other people for people who have deteriorating disorder، اللي عندهم اللي هي التدهور في الاضطراب بتاعهم، with poor prognosis، مع اللي هي تطور اللي هي ضعيف، when repeated measurement، لما بنكرر اللي هي القياس، are made in a healthy or social service setting، the subject's profile usually show whether the person has improved
or stay the same or become worse. لما نحن بنكرر اللي هي عملية القياس اللي بتتعمل في اللي هي الخدمات الصحية والاجتماعية أو مؤسسات الصحية الاجتماعية، الشخص الملف بتاعه الهيئة بتاعته هيكون انه فقط لا غير، هيبين يا انما الشخص هيتحسن هيك البروفايل بتاع السبجكت بروفايل يجوا شو ببين فيما اذا كان الشخص هيتحسن او هيضل حالته زي ما هي ستي ذا سيم او يصبح اللي هي اسوأ مما كان عليه. القياس في حد ذاته بورينا شكل او نمط من اللي هي او دو يعني دور من اللي هي التحسن او اللي هي التدهور، which doesn't seem to be directly related to the treatment program. الحقيقة القياس اللي احنا بنعمله ممكن يبين لنا نمط اخر من التحسن او التدهور في الحالة اللي ليس له علاقة مباشرة بالبرنامج العلاجي، يعني ممكن تكون الحالة تحسنت لوحديها ملهاش علاقة باللي هي انه احنا عملنا علاج لها او ما عملنا علاج لها، بل بتتحسن او بتتدهور، والتحسن والتدهور هذا ليس له علاقة بالبرنامج العلاجي اللي احنا عملناه. In a single subject study, changing the treatment or the way the researcher is applied in response to any of these outcome can allow immediate search to the source of variability in the subject. حقيقة انه احنا هنا هيكون في اللي هي مصدر للتباين بين الاشخاص او في الشخص نفسه في دراسة الحالة الواحدة في السنجل سبجكت ستادي، التغير في العلاج واللي هي طريقة اللي هي تصميم البحث اللي بنستخدمه الاستجابة response to any of these outcomes، استجابة لأي من اللي هي النتائج هي اللي بتسمح انها كان allow تسمح انه كان allow an immediate search في البحث المباشر الحالي للي هي مصادر التباين في الشخص الواحد. لكن في هناك تصميم علاجي متبادل alternating treatment designs. alternating treatment designs اللي هو التصميم العلاجي التبادلي هنا هو له علاقة بالclinical trials اللي هي التجارب السريرية اللي احنا سبق درسناها. Designed details described for clinical trials can be applied to single case experiment. يعني ممكن استخدام اللي هي جميع تفاصيل التصميم المتعلقة باللي هي التجارب السريرية أيضا في اللي هي التجارب للحالة الواحدة. لكن المهم هنا فقط لا غير just as important، المهم هنا هو just as important to be precise in assessing your subjects before and after any treatment. المهم هنا هو لشخص ان يكون هناك في تقييم دقيق للشخص قبل وبعد العلاج، وهذه طبعا مشان تحط اساس للي هي المقارنة in order to have a baseline for comparison. يعني الشخص في حد ذاته هو اللي بيعمل لنفسه كنترول، ذا سنجل سبجكت اكت، الشخص الواحد المفرد يعمل از ذير اون كنترول كضبط لذاته. اند ات از رياليستيك تو ابلاي ديفرنت تريتمنت ريجيمز، وانه من الواقع والحقيقه انه نستخدم اللي هي برامج علاجيه مختلفه، يعني مثلا زي اللي هي يكون برنامج A و B denoting as A و B، A علاج و B علاج، ونطبق اللي هي هذه العلاجات A و B على نفس الشخص in particular sequence في تتابع أو تسلسل أو تتابع معين either to one person إنما لشخص واحد فقط person one person only or to a series of individual subjects أو لسلسلة أو عدد من اللي هم الأشخاص
على سبيل المثال اللي هي العلاج اللي هو عبارة عن A و B و A، ممكن نستخدم علاج A وبعديها على نفس الشخص بعديها B وبعديها A عشان نشوف اللي هي التأثير ايش اللي بصير، او اللي هي علاج B ثم A ثم B، او علاج اللي هو A B B A with agreed periods of rest between the three sets of condition، مع الموافقة على فترة بينية من الراحة بين اللي هي الثلاثة اللي هي ترتيبات للحالة. الطريقة اللي هي الثانية، الابروتش الثاني اللي هي qualitative study in single subject study، يعني دراسات اللي هي النوعية في دراسات اللي هي الشخص الواحد. هنا اللي بهمنا مش اللي هي أرقام quantitative، لا، اللي بهمنا هنا اللي هي الآراء اللي هي الـ experiences والخبرات والـ opinions، الآراء واللي هي السلوك واللي هي الحكم على اللي هي الأشخاص. إذا in these sub studies، في هذه الدراسات، the investigator، هنا الباحث أو الفاحص، directly seek، مباشرة يبحث عن اللي هي reported experience opinions attitude and judgment of individual subjects. هنا هو بده يسجل اللي هي الخبرات بتاعت الناس وآرائهم واللي هي سلوكهم وحكمهم على الأشياء individual subjects. لذلك هنا هوت هيتترتب بأنه يكون في هناك اللي هي semi structured interview وquestionnaires، هيكون في هناك استبيانات ومقابلات اللي هي شبه أو نص اللي هي نظامية، that are used in such studies are characterized by open questions with freedom for the subject to spontaneously follow his reaction to topics that are introduced in the conversation or a questionnaire. هنا هو اللي هيستخدم في اللي هي الكواليتاتيف للأشخاص، بأنه احنا بنعد استبيان ومقابلات شبه نظامية اللي بتستخدم للدراسة، use in such as، في مثل هيك دراسة اللي بتتميز بأنه هناك في أسئلة مفتوحة characterized by open question مع حرية التعبير with freedom for the subjects، حرية للتعبير للأشخاص to spontaneously follow، لأنه يتابع اللي هي تلقائيا ردة فعله على الموضوع اللي بتقدم له خلال اللي هي الاستبيان أو اللي هي المحادثة. الدراسة هنا طبعا أحيانا بتكون على اللي هي النظريات، يعني في نظرية معينة عايزين نستنبطها من الدراسة، if the study is based on grounded theory، إذا الدراسة اللي هي اتعملت لأساس اللي هي نظرية، اعتمدت على أساس نظري. العمل هنا هو work proceed in stage، العمل بيمشي في اللي هي مراحل. طبعا حيكون هناك في حديث جيد، the wealth of antecedental و freely expressed verbal material، واللي هي ايضا في مادة اللي هي تعبيرية حرة، تجمع collected in the first stage is subsequently scanned، إنه تجمع في المراحل الأولى اللي فيما بعد subsequently ممكن يتعملها اللي هي تفحيص أو فحص لي اللي هي الكلمات الدلالية أو الكلمات المفتاح، مفتاح الكلمات والمواضيع العامة and common themes، وهذه طبعا بتكون مدخلة and these are fed into the guideline for semi-structured interviews and open questions for the next stage، وهذه بتكون يعني موجودة ومغذية ومدعومة بإرشادات، these feed into، بإرشادات للي هي المقابلات شبه النظامية والأسئلة المفتوحة for the next stage للمرحلة اللي بعد هيك، لأنه بتم على اللي هي إيه، على مراحل، عشان تعمل اللي هي الـ Ground Theory بدك تكون هذه should work in stages.
وفي النهاية طبعا هذه العملية راح تستمر اللي هي الكواليتي كواليتي ستاديز ان سنجل سبجكت اكسبيرمنت. هذه العملية this process continue هتستمر until a core of construct and data have been crystallized from the data. هتستمر هذه العملية لغاية اللي هي التركيب البني، يعني تركيب للأفكار كلها واللي هي المعلومات والأفكار تتبلور من اللي هي الداتا، ايه الداتا اللي احنا جمعناها في اللي هي الكومن ثيمز واللي هي الكي ووردز اللي في الاخر هي ممكن انها تخلي عند الانفستيجيتور انيبلينج ذا انفستيجيتور، بتخلي الانفستيجيتور قادر على انه اللي هي يعمم الثيوريز تو جنريت ثيوريز ذات اكستند ذيم، اللي يعمم هذه النظريه اللي ممكن تكون دعم للي هو شغلهم. وهيك بنكون ان شاء الله انهينا سنة رابعة اللي هي الموضوع الثالث في اللي هي الموضوع اللي هي الريسيرش اللي هو الموضوع الميثودز اند تولز اوف انفستيجيشن. ربنا معاك وربنا يوفق الجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.